واحد السيد ما عليه ما بيه كان جالس تسمع شي ضجيج قرب ودنو للحيط سمع شي مجرمين. ملي دوز الكاميرا من الحيط شافهم قتلوا واحد وغيكتشف بلا راهم كيخطوا لسرقة بنك. السلام عليكم. خواكين هو واحد المهندس كمبيوتر مصاب شلل نصفي، ساكن بوحدو في دارو القديمه اللي فيها ذكريات مؤلمه لمرتو وبنته اللي فقدهم في واحد الكسيده. هادشي علاش هو في كرسي متحرك. رفيقو الوحيد هو كلبو سميتو كاسيميرو اللي تا هو شحال هادي ما تحرك. عيط خواكين للبيطري سول على نتائج التيست، قال ليه الطبيب ما كاينش شي حاجه ممكن يديروها للكلب، وبدا يقلب في الانترنت على شي طريقه اللي ما تكونش مؤلمه لقتل الكلب، وشرا واحد المخدر حطو ليه في البسكوي وحطهم في واحد القريعه حتى يجي الوقت المناسب. واحد نهار بنت واحد المرأة سميتها بيرتا هي وبنتها بيتي قدام باب دارو. بيتي كتهضر ولكن ما كتبغيش. هاد السيده هادي كتسول على غرفه بغي يكريها، شافوا اعلان وجاوا بلا ما يتصلوا به. هادشي زعج خواكين. الدريه الصغيره حاولت تقيس الكليب ولكن بين على نيابو ما حملهاش، وقال لها خواكين ما تعاودش تقرب لي حيت الكلب ما عندوش مع البراني. بيرتا بغات تجي تسكن دابا، وبما ان خواكين محتاج الفلوس غادي يقبل. خواكين انسان منعزل ما اجتماعيش، وما تيعجبوش الحال ملي بيرتا تبغي تجمع معاه او تبغي تجمع عليه الروينه ديالو، ومع ذلك هي ما كتستسلمش وكتحاول تهضر معاه باش تعرف عليه اكثر. حتى لو ما كيجاوبهاش على اسئلتها تتعاود ليه هي على نفسها، وقالت ليه بلي راه هي تعجبها الفن وجات المدينه بحثا على النجاح، وسولاتو علاش ما يبيعش دارو باش يخلص الدين اللي عليه. رفض انه يجاوبها، ولكن من الواضح ما بغاش يبيع الدار حيت فيها ذكريات مهمه بالنسبه ليه. بيرتا كتطلق من الزكا بجد وكتصدعو. مع الوقت طوروا علاقتهم مع خواكين وصاوبوا ليه العشاء ديال عيد الميلاد، وبيتي حتى هي ما بقاش كينباع عليها الكلب ولا تيوقف كاع وكيمشي جياد البنت وكيخليها تعنقو. خواكين ملي شاف هادشي شدته البكيه. خواكين تقريبا كاع وقته كيدوزو في القبو مع البيسيات. واحد النهار سمع اصوات غريبه جايه من دار الجار، داكشي علاش حط سماعه طبيه على الحيط باش يسمع الصوت بشكل احسن، وسمع اصوات شي مجموعه من الرجال في جهه اخرى اللي تاهما مهتمين بحركاته وصداعو وعارفينو بلي راه هو على كرسي متحرك. قرروا يمشيو تيجيو من بعد ملي ما يقدر حتى شي واحد يسمعهم. خواكين لصق سماعه طبيه على الحيط وربطها مع البيسي بحيث يتم تسجيل كاع داكشي اللي غايقولوا ملي يكون هو الفوق ويكون كيتعشى مع البنات. في الصباح تيسمع خواكين التسجيل وكتب السميات اللي تيسمع، ولكن ما فهمش مزيان اشنو كيديروا تماك. تقب واحد الثقبه صغيره في الحيط بطروفيس ودخل كاميرا صغيره اللي متصله بالبيسي ديالو وغطى بواحد لونيتي سنترال قديمه. بعدها حاول يصدر بيرتا وبيتي من اجل سلامتهم وما قالش لهم السبب علاش. بيرتا ما عجبهاش الحال واصلا راه بيناتهم كونطرا، وقالت ليه انت خايف لا تسمح للناس اخرين يقربوا ليك وتولي كتيق فيهم، غتعطيهم مهلات الصباح باش يغير رايه. وصل الصباح وقال لهم بلي راه يمكن يبقاو. ملي رجع هو لقبوت الدار بدا كيشوف التسجيل وكيسجل الملاحظات، والرجال تيخدموا غير باللي صافي وهما تيحفروا شي حفره وكتدور بيناتهم الهضره على المتفجرات. ولكن اكثر حاجه غادي تصدموا هي جات عندهم بيرتا دازت من السطوحه باش ما يشوفهاش خواكين. هادشي تيعني كرات الغرفه اللي في الطابق الفوق عنده عن قصد باش تراقب خواكين، وحذرها زعيم العصابه باش ما تبقاش تجي عنده حيت هادشي خطير، وعطاها الساروت وصيفطها تمشي. ويلا بغات تقول لي شي حاجه اللي كانت مهمه تقولها ليه عن طريق الرسائل. بالليل جات بيتي وشافت خواكين ناعس. خواكين مازال مستمر في مشاهده التسجيلات، وملي شاف الرجال كيشوفوا في شي مخطط فهم في الاخير بانهم تيحفروا نفق لسرقه بنك. ملي بيرتا غتمشي للسوق تقضي التقضيه اللي خاصه تيحاول خواكين يعمل صداقه مع بنتها بيتي. ملي دار راسو مهتم بالرسم ديالها مي هي كتجاهله، مع ذلك اكتشف بلي راه بيتي كتهضر مع الكلب، فغادي يخبي واحد الميكروفون في طوق الكلب. وعرف خواكين من بعد بان الخطط اللصوص هي يحطوا الفلوس في واحد العربه صغيره عندها رويد ويبقاو جارينا على طول النفق. زعيم اللصوص اللي هو خطيب بيرتا سميتو غاليرتو اكتشف بلي راه واحد في رجالو سميتو مانيوكو كان كيصيفط ميساجات لشي حد وصيفط ليه عنوان ديال البنك. غيشعل خونا وجابو مانيوكو وضربو جوج ديال المرات قبل ما يربطوه. غادي يبدا يبكي ليهم تما بلي راه كان باغي غير يشوف خطيبتو بينما هو في الاستراحه. باش زاد خسرها هو في الرساله قال ليها بلي راه خدام حدا البنك، يعني ملي خطيبتو غتسمع بالبنك تسرق غتربط الاحداث، ولكن قال لهم راه ما عاود ليها والو. هاد الهضره كامله ما كانتش مقنعه لغاليرتو، وبدا كيسب فيه حيت عرض عمليه السرقه للخطر وشك فيه اللي يكون بوليسي وخشى فيه واحد الطرنوفيس وقتلو بمطرقه ضربوا بها للراس، وطلب من الرجال يحتفظوا بالتليفونو ويبقاو يتميساجاو مع خطيبته اللي تقتل باش ما تشك هي في والو. خواكين شاف هادشي وفي يدو التليفون وما عرفش واش يعيط للبوليس ولا لا. كاناريو خو غاليرتو سول غاليرتو شنو يديروا بالجثه، غايقول ليه بلي راه كاين واحد البوليسي فاسد اللي اصلا داخل معاهم في الخطه هو اللي غادي يتكلف. من بعد خواكين غيحط مخدر في مشروب بيرتا وربطها مع الناموسيه وخدا تليفونها ودار
الالارم في التليفون يفكروا باش يخدرها مره اخرى. بعدها استمر في مشاهده التسجيلات، وهذه المره عرف بلي راه اللصوص وصلته معلومه من البوليس الفاسد اللي سميتو غوتمان. معلومات هي ما يقصوش الخزائن رقم 747 و748، حيديو شي تاجر مخدرات الى قاسوهم يموتوا. وصل شخص جديد ومعاه المتفجرات اللي غيستخدموا لدخول البنكه. الشخص الجديد مرة سميتها ريني، مهمتها دابا هي تحل محل المقتول. ملي فاقت بيرتا توكل فيها خواكين وسول علاش هي مخطوبه لذاك الميكروب ديال زعيم العصابه. قالت لي حيت هو واخا هكاك شخص طيب ومئادي حد وساعدت ربي بيتي، وغيوريها التسجيل ديالو فاش قتل خونا بمطرقه. وتصدمت لما شافت هادشي. مشى هو يشوف بيتي وقال لها ما كاينلاش تخاف منه، وسمح ليها تجلس في بيت بنتو وتاخذ كاسيميرو الكلب معاها. وخواكين بدا تخطط يسرق الفلوس اللي اللصوص بغاو يسرقوا من البنكه، وبدا يحفر حفره في الارضيات دارو فوق من النفق ديالهم مباشره. من بعد يدير هكا يتكا وياخذ الفلوس من الكروسه الصغيره. ملي قال لبيرتا هاد الفكره قالت ليه غيشدوك ويقتلوك حتى انت. غير هو خواكين تقفل الفكره ديالو وعاود رجع بيرتا تنعس، عاود رجع يتصنت عليهم وسمعهم هاد المره تيتسابوا ملي لقاو واحد الانبوب ديال الماء في النفق، يعني كانوا تحفروا في الاتجار غلط ويمكن يصلحوها، ولكن غياخذ منهم تصليح نهار اخر. ولكن لا، هما مخطين يوصلوا البنك في واحد النهار محدد. الخبر الخايبه بالنسبه لخواكين هي اللصوص بغاو يغيروا العربه الصغيره اللي كانوا غينقلوا فيها الفلوس لحامله القطط اللي كتعتبر واحد الصندوق اللي مقفول، مما يعني ان خواكين ما يقدرش يسرقها وما يقدرش يسحب الفلوس من الفوق. اذا حتى خواكين غيضطر يبدل الخطه ديالو، حل فتحه وغينزل النفق وبدا تيعبر في الانبوب ديال الماء وباللي راه كيدوز منه الماء. وملي كان راجع في حاله بانت ليه العصابه نازلين النفق وتخبى في واحد القنت، وسمعهم تيهضروا على شي دار امنه غيتخباو فيها ملي غاديين يسرقوا البنك. ملي مشاو هما غير رجع خواكين لدارو في الوقت المناسب باش يخلي بيرسا مغيبه، ولكن بيتي خبر ليها الاثر وشاف الكاميرا وبانت ليه بلي راه وصلت للدار الاخرى. في نفس اللحظه رجعوا الرجال للقبو، ولحسن الحظ بيتي عرفت بلي راه خاصها تخبى. زوردو تيقلب على ما كانته هو متاكد بلي راه خلاها هنا، ودابا غبرات ما قدرش يلقاها. ملي مشاو هما غترجع بيتي للدار وعاونها خواكين في الطلوع، واكتشف بلي راه هي اللي خدات المكانه ديال زوردو. من بعد لاحظ خواكين بلا غاليرتو كيتصل ببيرتا بدل الميساجات، وبغاها تجاوب باش ما يشك في والو، ومازال ختنا بيرتا تترفض التعاون مع خواكين. فغادي يجيب البيسي ديالو، وبيتي ما بقاتش بغات تهضر عامين هادي وعامين نيت باش تلاقات بيرتا بغاليرتو. خدم لها تسجيل صوتي من طوق كلبو. بيتي كانت تعاود الكلب بلي راه غاليرتو تحرش بها، وقال لها خواكين بلي راه عنده واحد الخطه اللي غيدمر بها خطه العصابه، وهي عمر النفق بالماء. وغادي تقبل بيرتا تعاونو. ملي صونا التليفون مره اخرى غادي تجاوب وقالت لغاليرتو بلي راه كلشي صافا وبلي راه خواكين ما بقاش تنزل القبو هاد الايامات. وبينما اللصوص تيلصقوا في المتفجرات غياخذوا واحد الاستراحه، ومع الثمانيه غادي يدخلوا. غيستغل خواكين هاد الاستراحه ديال اللصوص باش ينزل لتحت ويحرك المتفجرات اللي داروا ويحطهم على انبوبه الماء. بعدها غادي يتحرك لنهايه نفق وحفر حفره اخرى اللي داتو للبنك، وحل الصندوق رقم 748 وخد شويه ديال الفلوس بطبيعه الحال. وقبل المغادره ما ردش البال بلي راه خلاه محلول، وهو راجع شاف ريليه دخلات النفق، فغادي عاود يرجع للبنك من جديد باش ما يتاثرش بالتفجير ملي فجروا هما النفق. المهم عاود رجع لدارو، فجروا الماده المتفجره وبدا الماء في التسرب. لقاو الحفره اللي دار خواكين في البنك واعتقدوا بلي الانفجار هو اللي تسبب فيها. دخلات رينيه مع جوج وبداو تسرقوا في الصنادق، واكتشفوا بلي رقم 748 مفتوحه، ولكن ما عندهمش الوقت دابا باش يبقاو يطرحوا في الاسئله، لان في هذه اللحظه هذه شافوا الماء بدا كيعمر في النفق. غاليرتو وجوج اخرين شافوا القضيه حامضه في بلاصه ما يعاونوا، خداو الفلوس اللي معاهم وهربوا. والثلاثه اللي بقاو حاصلين في البنك جوج منهم غيرجعوا للبنك يحلوا شي صندوق اللي متصل بجهاز الانذار، وتلقاهم الشرطه قبل لا يغرقوا. ولكن رينيه اللي حاولت تعتق نفسها ما قدرتش توصل في الوقت المناسب، وملي سمع خواكين كطلب في المساعده حل الحفره اللي في دارو وحاول يساعدها، ولكن هي ميكروبا غير شافته بدات تغوت وكتحضر في الاخرين وحاول تجرو عندها. هادشي علاش غادي يخليها خواكين وسد الحفره عليها وخلاها تغرق. الماء غيطلع حتى القابو ديال خواكين، وغيعاود يجبد الخطه ديال الفتحه وغسلها من التراب والوسخ باش ما تبانش مشبوهه، وجر واحد الحبل اللي كان ديجا مقادو باش يطيحوا البيسيات القدام فوق الفتحه. الضوء تقطع، غياخذ دوش باش يغسل الوسخ اللي فيه، وخرج دوا مع البوليس على برا ودار راسو بارئ ومبرزط مع الماء اللي في القابو ديال دارو، وقال ليه البوليسي سترجع لدارك تنجيو عندك. دقوا عليه البوليس ملي رجع للدار وقال لهم القابو ديال دارو شبعان ما، وكاين غير هو ومرتو وبنتو، وقالوا ليه بلا راه حاول شي حد يسرق البنك، هادشي علاش خاص يقلبوا ليه الدار. هبطوا لتحت وكانت الروينه وما شافوش الحفره بسبب انه طيح البيسيات القدام عليه. جا عنده البوليسي الفاسد غوتمان وغياخذ منه التليفون وقيد ليه النمره في حاله الا شاف شي حاجه يعيط ليه هو الاول. غيمشيو للبوليس وغيعاودوا يدقوا عليه العصابه على اساس هما البوليس، مي هو عارف الحقيقه ديالهم، بغاو يدخلوا حتى هما يفتشوا المكان غيخليهم يدخلوا باش ما يثيرش الشكوك. وخواكين غيصيفط رساله لغوتمان. ملي سولوا رئيس العصابه واش كيعيش شي حد اخر هنا، جواب خواكين هو لا، من غير كانت واحد المراه مع بنتها، ولكن
مشاو البارح وهو كيكذب عليه غتبان بيتي مورا خواكين وهو طالق على الرئيس. غاليرتو غير ركب كاتم الصوت في السلاح هود لعندو ونعات ليه يشوف البنت الصغيره. غيكتشف غاليرتو بلي راه اختنا مغيبه وحاول يفيقها وما كتستجبش. مازال تيدعي الجهل خواكين بلي راه ما دار البيرتا والو وما كانش عارف بلي راه هي مخدره. دفع لي الكروسه طيحو من فوقها وبداو كيضربوا فيه. فهاد الاثناء هادي وصل غوتمان وقال لهم بلي راه جا هنا ملي صيفط لي خواكين رساله. صوب سلاحو تجا خواكين باش يقتلو وبدا كيطلب فيه باش ما يقتلوش. شويه غيعيط لواحد بسميتو اللي هو زوردو وقال زوردو يقول الحقيقه لغاليرتو ولا خواكين اللي غادي يقول ليه كل شيء. غاليرتو دخل ليه الشك ولا كيشك في زوردو وسولو كيفاش عرف سميته. وحتى الاخر مصدوم ما عرفش خواكين منين جاب سميته. خواكين غيكذب على غاليرتو وقال ليه بلي راه خونا هذا كينقص السطح بالليل باش يشوف بيرتا. وزوردو عاود ليه على السرقه وقال غاليرتو الخطه كامله اللي كانوا عوالين يديروا. وزوردو هو اللي ربط بيرتا وضربها وبغاها تبقى غير ناعسه. خواكين غيعيط لغاليرتو بسميتو وعيط حتى الكناريو وقال ليه واحد المعلومه اللي من المفروض غير هاد الثلاثه يكونوا عارفينها اللي هي يتخباو في واحد الدار واعطاهم سميتها. وخواكين غينعت لغاليرتو واحد المجر. القلب كان ديال زوردو وقال لي خواكين انت خليتيها هنا نسيتيها ترى خربقهم. غيتيري زوردو على كناريو العنقو وما قدرش يقتل غاليرتو. غاليرتو غيموت لي خوه في يديه ومن اللي بغى يقتل خواكين المسدس خوه من الرصاص وغتفيق بيرتا وغتاخد سلاح وقتلت غاليرتو لانها حاقده عليه وغيتكلف غوتمان بالجثث. وخواكين ورى البوليس التسجيل بلي راه حتى هو كان متورط في عمليه السرقه وباش حتى واحد ما يفرش الاخر. غادي ياخذ غوتمان القرعه اللي فيها البيسكوي اللي كان حقنهم خواكين باش يعطيهم الكلب وكالهم وما حدروش خواكين. البوليس الفاسد كان ناوي يقتل البنات باش يقول لي خواكين الفلوس اللي سرق فين حاطهم ونعات لي الفلوس فين كاينين. غوتمان غير ركب الطوموبيل ومعاه حتى الفلوس والجثث ومن بعد مسافه قليله غيغيب ودخل في الطوموبيل وشعلت فيها العافيه وحرقت معها كل شيء وغادي يطيح غوتمان يموت. وخواكين حاجه وحده اللي ربح في الاخر هي انه ربح عائله جديده. وتال هنا غادي يكون سال الفيلم ديال اليوم. ما تنساوش لايك سبسكرايب تهلاو.